نكمل على الفيديو السابق، راح أضيف نص عليه، مثلا راح أكتب، طبعا ما في شكل مناسب، أو ممكن خلينا نشوف نختار شكل مناسب. مثلا أصعد فوق شوي، أو لا خلاص أصعد فوق شوي، مثلا أختار هذا الشكل. أكتب، لا ما أبي هالشكل، راح أفضل أن مثلا أنا أكتب أنه بطريقة كذي، نكتب نسب حول عربي، نسب محافظات دولة الكويت. زين ممكن اني انا أنزله، وأصعد هشوي، إنزين هالطريقة صار عندنا فيديو. وممكن ان احنا نضيف شريحة اخرى، ضافت شريحة، انزين ونكتب مثلا نكتب تكست، زين حول إنجليزي، إنزين وأكبر الخط، عشان أكتب 80 مع الخط وغيره عن حفاده اللي فوق شوي. زين غيرته، وممكن اني انا اضيف عليه شكل، امسح اللي بالسيرت عشان يطلعوا لي الاشكال، واحط هذا الفيس. زين وممكن ان بعد اضيف نص اخر، اكتب عليه مثلا باي أبس. انزين ممكن اني انا اضيف عليها مثلا هذا الشكل، انزين بس اصغره شوي، انزين مثلا اغير الباكينج جراوند اذا ابي اغيرها، مثلا ابي احط اللي
هذه زين، ومثلا أبي أحط صورة ثانية، بحط أن أسوي عليها مثلا شكل معين أنا أقصه مثل ما تعلمنا. نو 17 أحد مثلا، الحين أختار صورة مثلا على موني هذا، أختار كويت، أو مثلا ممكن إني أنا أختار لون بصير، راح أحط هذا. ما راح تصير، فراح اسوي لها ديليت، راح امسحهم كلهم، اختار صورة ثانية اسوي عليها ثيم. ممكن اني اختار هذه الصورة زين، واختار علم الكويت، ما قاعد تصير، فلازم اختار صورة ثانية امسح لي بالسيرش. أحاول إني أحط شيء يخص دولة الكويت، مثلا هنحط أن ما أبيها الصورة، ما في ولا صورة تناسب دولة الكويت. خلينا نشوف هذا، ممكن ان نحط هذه الصورة ما قاعد تضبط، لا خلينا نجرب شكل ثاني، ممكن احنا نجرب هذا الشكل. أحط عليه مثلا هذه، أمسح الصورة، أضغط عليها، صارت وياي الحين. الحين طبعا أسير الشغل واكتب عليه مثلا كويت، سيرته بهالطريقة بريو عشان أشوف الشكل وياي. هذا البرزنتيشن مالي، الفيديو، محافظات والنسب وآخر شيء. طبعا إذا بسوي مثلا داونلود زين، ممكن إني أنا إذا حول بي دي إف
طبعاً الـ PDF لازم الـ level up اللي هو مبلغ مادي، الـ size أقدر أخليه medium أو عادي، ومني أغير وأسوي مثلاً download ويتسيب عندي. أو إني أنا مثلاً أسوي له share، مثلاً أختار المكان أو إنه link أو بهالطريقة. أنزل الحين سوينا بهالطريقة، نعرفنا شلون نسوي presentation وعرفنا شلون نسوي الانفوغرافيك. انزين، وممكن بعد ان احنا نتعلم، هو ما يفرق عن البرزنتيشن العادي، بس ان هالطريقة يكون في اشكال احلى وطرق افضل للعروض. زين، وممكن ان انا استخدم كتصميم من يعني تصميمي، انه يكون تصميم من عندي انا، اختار اللي انا ابي، الطالب او المدرس انه هو شنو يختار يفضل، شنو اللي هو مثلا بباله، او مثلا ممكن انه يعني يدش حق على اشياء معينه، انه يعني في بباله اشياء هو يبي يسويها يقدر يسويها. نرجع حق الصفحه الرئيسيه، ها طبعا تسيفه والاشياء اللي احنا سويناهم. انزين، الرئيسية طبعا نرجع حق الصفحة الرئيسية، ممكن ان احنا بعد نستفيد من البلوج مثلا. انزين، البلوج هو عبارة عن، خلت اتحمل الصفحة، تصاميم ناس هم مخترعينها، انزين هم سووها، هم صمموها، ممكن ان احنا نشوفهم. مثلا خل نختار عن هذا الشيء، نشوف تصميمه، هذا اللي هي صممت هذا البلوج. زين، بنشوف يعني نشوف شلون تسوي. انزين، ويسوون عرض طبعا انه 85%، ممكن ان احنا لما ناخذ مبلغ مادي يكون في اوفر على هالموضوع. انزين، نرجع انزين، وممكن بعد مثل ما شفنا انزين ان في كذا اختيارات، ومني اللوجين، مني اذا انا عندي اكاونت ابي ادش، ومني ساين اب، انزين اذا انا ابي اسوي لي اكاونت جديد. انزين، واتمنى اني انا غطيت على البرنامج كله، البرنامج وايد حلو وايد مفيد، انه ممكن حتى الطالب او المعلم يستخدمه حق اشياء مفيدة، طريقة حلوة نقدر انه مثلا نستغله بشكل بصري، نقدر نجذب الطلاب، وايد حبيت البرنامج، واتمنى ان انا قدرت اوصل كل اللي اقدر عليه، واشرح كل التفاصيل اللي موجودة بالبرنامج اللي موجود فيه.